كما انطلقت اليوم منافسات كرة السلة 3x3 ضمن فعاليات دورة الألعاب الرياضية المدرسية البحرين 2024، حيث تخوض المنتخبات العديد من المباريات على الملاعب الخارجية بمدينة عيسى الرياضية. ويعد هذا اليوم حافلا بمنافسات قوية في لعبة كرة السلة برزت فيها المشاركة البحرينية في إطار تعزيز التواجد الرياضي الوطني ورفع علم المملكة في البطولة المدرسية الدولية.